أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين أن الحكومة تعمل على دراسة تخفيض كلف تجارة الترانزيت عبر ميناء العقبة مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص. وقال الوزير خلال اجتماع في غرفة تجارة العقبة ناقش آليات تسريع تجارة الترانزيت أن الحكومة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بتخليص البضائع الواردة من خلال ميناء العقبة والمتجهة إلى بلدان أخرى وخاصة العراق، في حين أكد مفوض شؤون المالية والإدارية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمود خليفات على جاهزية العقبة بكل مرافقها لاستقبال كافة البضائع. احنا في السلطة اشتغلنا على تذليل هذه التحديات والصعوبات، ومنها تخفيض الرسوم المناولة اللي احنا بالعقبة نستوفيها على هذه البضائع، ثم بعد ذلك موضوع المعاينة لهذه البضائع، والحقيقة الحكومة تدخلت فيها وخفضتها إلى الحد الأدنى. الآن نعمل الحد الأدنى لها، واليوم اجتماعنا كان يتحدث عن ما هي التحديات التي تواجه هذا القطاع. سمعنا بعض التحديات الحقيقة، ونحن نعمل مع الحكومة مع الجهات المعنية الآن لحل هذه التحديات حتى نستغل هذه الفرصة ونزيد من الترانزيت مع العراق.